النهارده الهند العباده بتاعتها والشباب بتاعها مطلوبين على المستوى العالي. ليه؟ اعلى ناس في البرمجيات في العالم كله. برغم ان احنا كنا بنتجه زمان مثلا زمان يعني لما حد يحب يضحك على واحد يقول له ايه؟ وانا هندي. يعني كان مستوى الثقافه اللي موجود في الدول قد ايه احنا نفسنا كنا بنتجه عليه. لكن النهارده الناس دي ساعدت نفسها، الصين، اليابان، وما تعرضوا اليه من مشاكل كثيره، لكن قدروا ان هم يقفوا وما تخطوا حواجز كثيره في بلدهم، وتخطوا حاجات كثيره جدا من جهه الثقافه، فاصبحت ثقافه الشعوب دي ثقافه بتبني وطن. والنهارده نسمع عن قوه اقتصاديه كبيره جدا اسمها الصين. وطبعا دلوقتي بعد ما كان العالم في قطب واحد، النهارده في كذا قطب طالع في العالم، زي الامور الاسيويه، زي الاتحاد الاوروبي، زي روسيا كانت بتستعيد مكانتها تاني. كل الشعوب دي ابتدت تقوم. ليه؟ ابتدوا يكسروا حواجز كتير. للاسف عندنا في مصر هنا لسه ثقافه المسيح والمسلم، ومين اشتغل ومين ما اشتغلش، ومين يدخل ومين ما يدخلش، ونعيد على مين وما نعيدش على مين، وابتدت امور كده كتيره مش دي اللي تبني وطن في الحياه. اللي يبني وطن حاجه واحده بس، احنا عندنا شباب قادر ان هو يعمل ويعمل بجد. الشباب النهارده يفضل قعده القهوه.